حلوة يا سلام، سنة حلوة يا سلام، سنة حلوة يا سلام. لا تطفي المكس. بقى الحوش فيلم سوبرتابل يوم ديز لا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة قناتكم سلاف في البرية. في بداية الفيديو اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد، ولا تنسوا الدعم بزر لايك. اليوم خويا باغي يدير لي كعكة بالجنواز لعيد ميلادي. راه يغربل في الفارينة ويخلطها مليح ويحطها داخل مول دائري بعد ما دهناه بالزبدة ورشيناه بالفارينة، وكنا من قبل سخنا الفرن في درجة حرارة 280 درجة ونحطوها تطهي لمدة 10 دقائق. وبعد ما حطيناها تحرقت لنا، طب بصح تهيت قشرنا داك الحريق. دوك لازم لنا باه نزينو الكعكه، لازم لنا نطلعو لاشونتيي بكاس حليب بارد وكاس كريمه شونتيي، نطلعوها مليح بالباتور.